السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتعرفوا هذه القناة تركزوا على جوج ديال الطرقان، جوج ديال المشاريع الرئيسية. المشروع الأول هو لافوا إكسبريس إربان، إعادة التهيئة ديالها مع التوسيع ديالها. كنركزو على طريق المداري الشمالي الشرقي. طريق المداري الشمالي الشرقي كما شفت معايا راه ديت لكم من هاد الطريق الوطنية رقم 11، الطريق الوطنية رقم 11 اللي كتدينا لمراكش. هي هادي دابا فاش دايز انا دابا ديت لكم من الدرارقة، غادي نوصلوا لذاك الممر تحت الارضية ديال الدرارقة. غادي نبداو في الطريق المداري الشمالي الشرقي. اخر اجتماع داروا اخ منوش على المشاريع ديال مدينة اكادير، طالب من مسؤولين مشرفين على الطريق هذه اللي هي وزارة تجهيز الماء التسويد ديالها بالإنارة العمومية. لحد الآن مازال ما شفنا الصفقة اللي عطات لشي شركة، هادشي كيساهم في أن حركة السير والجولان في هاد الطريق هادي بالليل كتصعب على السائقين، لأننا كلنا كنعرفو بأن في الليل الشوف ديال بنادم راه كينقص. واخا تكون كتشوف مزيان ما كينقص ليك الشوف، والمهم ما كتكون اصعب. الناس اللي عندهم لاميوبي كيستعملوا النظارات الطبيه، راه واخا بالنظارات الطبيه راه كتكون المساله صعبه وصعبه للغايه. داكشي علاش بحال دابا انا كنتفادى انني نسوق بالليل الا للحالات القصوى. كيسول على الطريق اللي غادي للقنطرة، راه تسدات باقي طريق مقطوع لارود تراباري. الناس اللي كيدوزو من هنا راه تبان ليهم. بالنسبة لهاد الطريق هادي كما قلنا طريق المداري الشمالي الشرقي، داخلة في إطار برنامج البنية الحضارية ديفلوبمون إيربان اللي عطى الإنطلاقة ديالو في 4 فبراير سنة 2020 صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. التكلفة الإجمالية ديال الطريق هادي هي 1,448,000,000 درهم، وهذا مبلغ لا يستهان به. بالنسبة للتكلفة النهائية ديال طريق السريع الحضاري، إعادة التهيئة والتوسيع، هو 1,183,000,000 درهم. غير ما عرفناش لحد الآن واش هاد 1,183,000,000 درهم داخلين فيها المنشآت الفنية 11، لأن لحد الآن دارو جوج ديال المنشآت الفنية، وحدة في تيليلة وحدة في تقاطع شارع عبد الرحيم بوعبيد مع الحي المحمدي. الجو كما كتشوفوا غادي راه كاين ضبابة، ان شاء الله تكون شي شتيوة جاية جاية قريبا ان شاء الله. يبغى الله هاد الكوكلانات هادو ديال سميتو كيديرو الفينيسيون هنا ديال هدا ديال هاد الجبل هدا، كيدوزو ديك البارتي يمكن باش كدوز ليا ديال الهمطة. هدا الواد ديال الأزرابان، طريق
حراسة الضوء بالإضافة إلى تشجير مجموعة من الملاحظات ديال المواطنين. وإن أبناء مدينة أكادير والزوار ديالها يركزوا على التشجير التشجير التشجير، خاص شي برنامج نصرف عليه، يعني إما جماعة ديال أكادير سينو الدولة عن طريق وزارة الداخلية.
الناس جيو مع هادي نيشان كنتو مسافرين دابا كنتو في مراكش ولا كازا كتجي نيشان كتلاح من هادي من هادي المدخل الرابع من المدخل الرابع راه كتخرجو في شارع الجيش الملكي كان هنا دابا فاش غيكون المشكل هو يديرو الطروافو هنا دابا في هاد الجبل هادو كيغيديرو ليهم هذا دابا فاش كاين المشكل جازين تعاود تجيبها تاني بدات ديك هنا يمكن خرجت الميزانيه يمكن غير ديال دو فوا داكشي علاش ديك تروا فوا تاني كتكون صعيبه والله اعلم ما عنديش اليقين انا وهاد الحوار وهذا البيئي الطبابة هذه كتخلع يعني ما كيشوف
ملي خوت واش اسلام ماشي اسلام هادي بعدا الحي محمدي باين ملي واش هادي اسلام ماشي اسلام الله ودي هاد لي زيسباس هادو ما يعرفو عليهم دوك مافيا العقار يدير لك هنا شي عمارات ثانية شوف القديمة واحد الوقيته راه فين ما كان شي اسباس خاوي كيتكاو عليه عمارة ديور اللي قال ليهم راسهم حتى اكادير ولات مدينة اسمنتية